واد شويه اخويا راه تفرق على امك راسك. عندك شي اختك زويونه تزوجها ولا اختي اللي كتعجبك تشرب اشراب؟ اللي استسلم غيمشي بحالو، اللي ما استسلمش غيدي 500 درهم. تقابل معاه 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 تقابل معاه. يلا بالزربه الجوال حنيو. السؤال الاول، هو اللي جاوب فيكم صحيح غيضرب الاخر، واللي ما جاوش راه صافي راه تسابقوا. فهمتي؟ تسابقوا هاكا. السؤال الاول، شنو سميت العملات المغرب؟ درهم. درهم غطيه. انت مالك صافي راه المسابقه هذه. السيد هذا قال قالوا اللعبه ضربوا بيد والراس. راه مسابقه ماشي ضربوا واقيس ولا هذا بحال هكا. خويا راه قصك. ها؟ اسمح لي. لا خصك يضربك بالجد باش تستسلم، خاصك تستسلم باش يديو الفلوس. انت مريض اصاحبي. طلب شويه المره الجايه. ها؟ طلب شويه هذه المره الجايه. ضربوا بالجد باش يستسلم يمشي بحاله. سير هبط. شنو سميت عاصمة المغرب؟ الرباط. سلا. الرباط اش من سلا؟ عطيه. ياك سلاح ديال الرباط. هني هني خليه يضرب. ياك سلاح ديال الرباط. وحني. أنا ضربتك غير بشوية أخويا. دابا هذه عندك بشوية؟ غير بشوية ضربتك. دابا هذه عندك أنت بشوية؟ غير بشوية. غاتستسلم؟ تمشي بحالك؟ الله ما يمشي معاه. نز علينا أصاحبي غير بشوية هذا في الأول قلت لهم جدات شهادة لهذا السيد أخويا. أضرب بالجد بالجد. ما تعقلش عليه شحال من ضربه كاع وباش يستسلم فين ما تجاوب عطيه صافي على مولا انا وحده ضربه وحده زين هني اللي ما عجبوش الحال يمشي بحاله صافي صافي سير على مولا انا دابا غتكملوا لي الاغنيه عاد عاد حك جر اح دري دري ضربني استسلم ورا قالك خصك تستسلم دري قصحني استسلم اضربني هم شتي مالك مريض؟ ورا هو قال خاصك تمشي. كيفاش عاد عاد حك جر؟ حك جر عاد عاد حك جر. كيفاش عاد عاد حك جر واش مريض؟ واش حنا دابا مسابقة ولا تحدي ديال الشيخ؟ قول له واش يستسلم؟ تستسلم؟ انا شنستسلم راسك غندي معايا. علاش غدي معايا راسك؟ غنوريك انا ضربك. انا لاعبين هذا قال. ملي نضربك عندك تقلق. لا ما نتقلقش مني. حلف بالله. وعلاش نحلف؟ لا ما قصحتينيش ما نتقلقش. الله امك اللي تنقصحك. يلاه سير. كملوا لي الاغنية بالزربة. شي فوركا حليمة. داولوا ولا كريمة. هاكا. شوية اخويا ها بشوية لك كيف بشوية؟ هذا راه ماشي ضربة صح راه ما والو هذا وانا ضربتك بحال ما امك كلقيت بوزك كنت ضربتك بيا وكون كنت شتي الشعقور دابا نحيد لامك راسك لا لا لا, لا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء لا وريه لا لا ما تيجي تجبد لي امي لا ما تقولش لامو مالك اصاحبي شو ما الا امو ما جبدهاش الا امك في التيقار هو هكاك اه وكي الراجل وكي انت غنشد امك نقسمك راسك وراه نحيد لامك راسك انا امي علاش دابا؟ ايوا انت مالك جبدتي لي امك وراه قلت لك امك في التيقار ننسي اجرم اش هادو راهي هادي يا سا كاين شي حجره لا اه قل مالو ولينا في الحجر دابا ولينا في الحجر لا اضربها بالبيض والحجره لا كاينش في المسابقه حجر لا ها كاينش حجره في المسابقه لا هني لا بغيتي دير حجره عليك وعليه دير حجره عليك وعليه لا حجره اخويا ها كيفاش حجره عليا وعليه اللي جاوب يضرب حجره عليك وعليه شفت دار السبيطار انا بديت 500 درهم ولا جاوبتي حتى تصيفط السبيطار هو ولا جاوب المخزن ما يهضرش ما يقولش ويلي على حساب على حسابي شوف عمي تقتلو على حسابي انا مصيفطك الحبس ايوا صافي مشينا فيها انا اجي لهنا اجي لهنا غنكملو نجيبو حجره اكمل حني عطيوني الفيزا باسبور من كازا لمارسيا هبط راسك عطيوني الفيزا والباسبور شويه اخويا تبريت منك المره الاولى صاحبي ها شويه لك بشويه لك. وبشويه صاحبي راه ما لعب ما والو هذا. شنو هو هذا؟ انا قبيله فاش قصتك تتبكي يا صاحبي. فين كنت كنبكي؟ ترجل شويه صاحبي. عطيني الفيزا والباسبور. اطلز علي من كازا لمارسي. شنو هي زعما داك الترويج؟ عطيني كونجي هاي هاي ما زيد تنهار. زيد اصاحبي كمل مسي. لازم نكملوا اخويا زيد. يلا حني كملوا لي الاغنيه. دادا ما تنسى العاده وراها من هذا لهذا هبط راسك. دادا ما تنسى العاده. وراها من هذا لهذا هبط راسك اصاحبي وهاب شويه اخويا راه نفرق على امك راسك هاب شويه ما تدبزوش ما تدبزوش بوك ما تدبزوش اصاحبي ما تدبزوش لا ما خصكش تهضر لا ما تدبزوش اصاحبي لا ما تدبزوش اصاحبي لا ما تدبزوش اصاحبي ما تدبزوش ما تدبزوش شويه انا كبيره فاش قصك وهاب شويه هو باقي تتقيس اصاحبي صافي هذا راه راجل ما هذا ما لا واحد القرعه كانت هنا لا 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 رمي القرعه صاحبي اليوم ها لا لا رمي القرعه صاحبي ورمي القرعه صاحبي رمي القرعه رجلي استسلمتي واش تستسلم ها ورا نفرق على مو راسه اش تستسلم شي بحال لا ها هو تيضرب من الصباح ولا تستسلم اذا تكمل نكمل معاه
زيد كمل مع السيد. انا مكمل معايا. كمل زيد كمل مع السيد زيد وقف. رجولة كيداير اسي ترجل شويه اسي ترجل انت راجل انت وراجل عليك وداك الدقه اللي ضرب فيها الاول وعندك ماشي ديال الواي واي يا صاحبي ودادا ما تنسى العاده وراه من هذا ديال الوليات ها كتضحك عليا وراه هي هذيك بصح ديال الوليات هادشي والله العظيم بالله ها كل شي ديسك كيكون معروف عندك مع الواي واي اه باين فيك تشتعل الواي واي كبير هذا راه كيدير تشطح الواي واي هذه هاد دو نويطه بلا ما كتشطح الواي واي ها وراه هذا راه ما كتنساش العاده بشويه اخي بشويه الله يرحم لك الوالدين ما تفهموا 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 بشويه دابا الا ربحتي انت ضربني بشويه الا ربحتي انا نضربك بالجهد علاش انت تضربني بالجهد وانا تنضربك بشويه انت ماشي راجل انا ماشي راجل وزيد رجلتي على رجلتك ترجلها مع انت شي خايف مني شي كيفاش خايف منك انت بنتي ليا ماشي رويج داس انا راجل نصاب ساعه طير انت تنزل عندك الحق راجل نصاب والله العظيم باش ها عجبك اللحيه فمي فمك الراجل راه ماشي بالفم اه لا انا راجل فمي ياك نكملوا ولا نمشيو بحالنا كمال مع سام قبيله هو تيخبط فيا تيضربني الراس ودا نمشي بحال هادي عطاني اخويا نضربك هذوك الضربات عطيك ونستسلم انت من حنايا هنايا في صداقه انا عطيك الضرب وعلاش تضربني انت صافي كمل شوف عندك سؤال سهل وتجاوب عليه بزاف هبطوا هبطوا واش تسناو كملوا لي الاغنيه زيد اللي استسلم راه غيمشي بحال هاتو اه العدو يا العدو لوح سلاحك يا جي نفردو طيح ما فهمتهاش يا بعدي اخويا هبط 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 اشرحها لك هبط انا اشرحها لك مرضي شويه اخويا مرضي شويه هبط شويه هبط شويه فهم قلنا شي وحده اخرى هذا تعطيني هذاك الشيء اللي عارفه هذا هبط انا مزوقه في السيس اللي سايقها السي ادريس هذه مزيانة هذا راه ماشي اغنية اخي ها؟ آه؟ ماشي اغنية ولا اغنية هذه فين عمرك سمعتيها شكون اللي تيغنيها؟ كنت غنيها البيضاوية شكون هي الحمداوية؟ حاجة البيضاوية الله يرحمها غنيتها في القبر حنا راه دابا في الحياة الله يرحمها قول الله يرحمها الله يرحمنا كاملين واش من اغنية بغيتي نقول لك عاودنا واحدة اخرى عاودنا واحدة اخرى ماشي اغنية معروفة صافي يلا واخر شوية صافي تقول لي الحاجة الحمداوية انا فين عمري تمزكت لهذ الحاجة الحمداوية سير اخويا عاود لي الحمداوية هي اللي عدى البندير صافي اخويا سكت سكتنا وعاودنا اخويا يلا مابقاش تقول لي سكتنا اصاحبي حنين yeah. البيرة والريكار خلاو لي الدار خلاو لي الدار دلالي يا من زيد شي نشرب خلاو لي هاني بعد شوية وقت لها العاب انت لعبها صاحبي هذا راه ما لعب ما والو استسلمتي صافي غادي بحال هكا استسلم واعطي هذيك 500 درهم يزيد اش صافي استسلمتي انت ولا؟ وانا لقيت هنا غنمشي للحبس أه؟ اقسم لك بالرب يدبر لي عليه هذا طب استسلمتي انت؟ مستسلم اخويا الله يعاوننا ويعاونكم صافي وهي هذه شنو باغي تلصقني؟ يلا معايا لا مشي لصقك وهي هذه وا كمل معنا ما كملش اخويا واه باش ما تقلقش الله يعاونك اصاحبي هذا الشيء لعبه نفرقع على مو راسو بشويه حنا دبر لي عليه اخويا ها؟ ها 500 درهم تقدو تف لي كوش ديال باغي تخسر ولا شنو؟ الله يعاوننا ويعاون شنو نخسر هو وليا احبس اصاحبي ماشي بعد منا اخويا راه يدبر لي عليه هذا يرحم لك الوالدين دي يمشي بحال هاتو اصاحبي يمشي بحال هاتو دابا فرقع راسه لا صافي نال الشيء شوف اجي نتسامح اجي نتسامح اجي نتسامح اجي نتسامح سير بعد اجي نتسامح اجي نتسامح امشي بعد منا اخويا انا غادي بحال هاتو تسامح وسير بحال اخويا انت جاي بعد مني شوف نقول الصراحه انا نتسامح مع الاول شوف الصراحه اسمع اسمع سير اخويا بحال هاتو الله يرحم لك الوالدين اسمع 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 ما تلعب اخويا وما تلعبش اسمع ضربني الراس احلب واشرح واشرح خويا الله يرحمك الله يرحمك ما تشرحش اشرح لك عاود عنقي دابا صاحبي دابا لعبه هذا بقيت اخويا دابا وصاحبك ديه واه اسمع دابا اسمع اسمع حنا صحاب الكاميرا خفيه الكاميرا خفيه كيفاش مقلب اتفقنا هو طيه في راسي امقلب 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 هذه امقلب واه امقلب واه تنفر الراجل صافي تنضحكوا معاك بغينا نضحكوا معاك تنضحكوا معاك صافي يا صاحبي كون هزيت هذيك القرعه وضربت كبيره كنا نوليو صافي كاميرا خفيه تعقل عليا نتايا صافي لا الشيطان لا الشيطان وجهك زوينه صافي نشوف خسروا عليك ولا شي صافي انا الشيطان انا الشيطان خذ الفلوس صافي يلاه هاني وفي الاول كنتي تقول لي يا خويا واه نقول لك ما تجيش كلكم ضربتوا في شي حجره ما خليتش ضربه ما خليتش باش ما خلينيش نشدك والشيطان هذا اخويا صافي لا الشيطان نقول له دوك الشيطان نعوذ بالله من الشيطان هاني يا خاي بسم الله هاني يلاه اش دبرك اش دبرك ما تقلقش ما تقلقش من خاطرنا من خاطرنا اش دبرك طيب في الاول كنتي تقول لي يا خويا نقول لك غندير لك كاميرا خفيه وير الله يستر كون ضربتك بهذيك القرعه كنهرب كنجري ويلي وانا كنت تبعك طلع لي الدم بزاف ايوا صح الله يرحمني حتى انت كيفاش الله يرحمك تدوز الحبس وانا ندوز اكبر الله يستر اخويا يا خويا 500 درهم لا لا حاشا شوف ربعات القرعات باكيه الكار لا لا عادي اسمع لي انا يا خويا شوف هاد 600 درهم اش ندير بها؟ اش ندير بها؟ 500 درهم شنو نشربها اشرب
اوي لا 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 شوف 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 لا لا مهمتك وليداتك وخوتك ما عنديش وليدات باقي على الله مهمتك عندك شي اختك زويونه تزوجها الا اختي اللي كانت عندي تزوجات والله هاني يا خي والله الا اختي اللي كانت عندي مزوجات عندك شي اختك كاين صايبت التمارة شي نهار تخرج شي واحد بحال هكا عندك مهمتك عندي ودبر عليها حتى هي الوالده الحمد لله هاد الفيديو هذا يتفرجوا فيه الناس ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن لا تحطش هاد الشيء ديال السبان وكذا لا لا نحيدوا السبان نحيدوا هكاك وهذا الله يسهل عليك سامح لينا سامح سامح الله خير.